شاكر المجهودات اللي قامت بها وزارة السكن، وحقيقة أنقذت المشروع، لأن المشروع كاد يروح في خبر كان، نظرا للاعوجاج نتاعو من الانطلاقة، بالإضافة إلى النقائص في الإنجاز، بالإضافة إلى استهلاك أموال طائلة بدون أن نصل إلى درجة الإنجاز اللي تساوي المصاريف. على كل حال كانت فيه مساعدة كبيرة تاع الخزينة.